السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الفرقة الثالثة بقسم الهندسة الكهربية. إن شاء الله في الفيديو ده هوضح لكم جدول مكرر الاختبارات الكهربية. مكرر الاختبارات الكهربية هي مادة عندك، مادة بدون محاضرة، وهي عبارة عن 4 معامل. تعال نشوف مع بعض الجدول عامل إزاي. الجدول هتلاقي العمود ده بيمثل الأسابيع ال 12 اللي موجودين في الترم، 12 أسبوع. طب الصف الأفقي ده بيمثل إيه؟ بيمثل مواعيد السكاشن. فمثلا يوم الأحد الفترة الخامسة والستة والسابعة المفروض سيكشن 5 وسيكشن 6 في الجدول عليهم اختبارات. طب هيحضروا بقى إزاي سيكشن 5 وسيكشن 6؟ هتلاقي تحت كل سيكشن كاتب لك إن السيكشن متقسم لمجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة تانية، مجموعة أولى ومجموعة تانية. فالمفروض المجموعة الأولى من سيكشن 5 هتحضر في الأسبوع الأول معمل باور الكترونكس، وبعدين في نفس الاسبوع المجموعه الثانيه من سيكشن 5 في نفس الوقت هتحضر معمل شبكات، وفي نفس الوقت سيكشن 6 المجموعه الاولى هتحضر الات، وفي نفس الوقت سيكشن 6 المجموعه الثانيه هتحضر تحكم. تيجي في الاسبوع الثاني بقى يحصل تبديل، المجموعه اللي كانت حاضره باور الكترونكس في الاسبوع الاولاني هتحضر تحكم في الاسبوع الثاني. المعمل ده هو نفس المعمل اللي اتاخد في الاسبوع الاولاني ده، فالمعمل بيتكرر في الشهر او في ال4 اسابيع مره واحده. في الاسبوع الثاني كده السكشن رقم 5 المجموعه الاولى خد باور الكترونكس في الاسبوع الاول، خد تحكم في الاسبوع الثاني، خد الات في الاسبوع الثالث، خد شبكات في الاسبوع الرابع. فهتلاقي في الشهر مره على 4 معامل، ونفس ال4 معامل دولت بيتكرروا لجميع السكاشن. فمثلا لو انت خدت مثلا اليوم الاربعاء الخامسه والسته والسابعه، فتلاقي سيكشن 7 المجموعة الأولى منه حاضرة باور الكترونكس، المجموعة الثانية حاضرة شبكات يوم الأربعاء فترة 5 و6 و7، والمجموعة الثامنة أو سيكشن رقم 8 المجموعة الأولى منه حاضرة آلات، والمجموعة الثانية حاضرة تحكم. وبعدين تيجي في الأسبوع الثاني يحصل تبديل، اللي حاضر الكترونكس يحضر تحكم، واللي حاضر شبكات يحضر باور الكترونكس، واللي حاضر آلات يحضر شبكات، واللي حاضر تحكم يحضر آلات. تيجي في الأسبوع الثالث تبدل، اللي حاضر تحكم يحضر آلات، والحضر باور الكترونكس يحضر تحكم، وهكذا. فكل سيكشن هيعرف الطالب منه، هيعرف هل هو مجموعه اولى ولا تانية، وبالتالي هيعرف في الاسبوع الاولاني هيحضر ايه، الاسبوع الثاني هيحضر ايه، الاسبوع الثالث هيحضر ايه، الاسبوع الرابع هيحضر ايه. يعني مثلا لو انا طالب مثلا في سيكشن رقم مثلا 2 وفي المجموعه الاولى، يبقى مواعيدي ايه؟ يبقى انت مواعيدك هي المواعيد دي، سيكشن رقم 2 وانا في المجموعه الاولى، يبقى في الاسبوع الاول انا هحضر الات، في الاسبوع الثاني هحضر شبكات، في الاسبوع الثالث هحضر باور الكترونكس، في الاسبوع الرابع هحضر تحكم، وبعد كده ابدا اعيد تاني في ال4 اسابيع اللي بعدها، وابدا اعيد تالت في ال4 اسابيع الاخيره. فبالتالي هتاخد في كل معمل في الترم هتاخد 3 معامل في المعمل الواحد، تاخد 3 تجارب في المعمل الواحد. فمعمل الالات هتاخد فيه 3 تجارب، معمل الشبكات هتاخد فيه 3 تجارب، معمل الباور الكترونكس هتاخد فيه 3 تجارب، معمل التحكم هتاخد فيه 3 تجارب. طب مثلا لو انا مثلا في سيكشن رقم 3 في النص الثاني من السيكشن، يبقى انا ده ادي سيكشن رقم 3 النص الثاني من السيكشن، يبقى انا العمود ده، يبقى انا هحضر شبكات في اول اسبوع. اول اسبوع بالنسبه لي هو الاسبوع الثاني من الدراسه، وهحضر باور الكترونكس في الاسبوع الثاني، ثم تحكم، ثم الات، وبعد كده هعيد الكره ثاني. طب اماكن المعامل فين؟ معمل باور الكترونكس موجود في الدور الارضي بقسم الهندسه الكهربيه، وهو اول معمل لو انت داخل الطرقه بتاعه الدور الارضي من ناحيه المدرج، وهي بجوار الاستاذ جوالله. معمل الشبكات انتوا اخدتوا فيه السنه اللي فاتت، موجود في الدور الارضي جنب السلم. معمل الالات انت برضو اخدتوا فيه السنه اللي فاتت، موجود في الدور الاول علوي في مبنى الضغط العالي. معمل التحكم موجود في الدور الاول علوي في قسم الهندسه الكهربيه، اللي هو الدور اللي موجود فيه رئيس القسم. المعمل ده لو انت مشيت في الطرق اللي هي قصاد الطرق بتاعه رئيس القسم، هو المعمل رقم 2، هتلاقي فيه قاعه الدراسات العليا يليها معمل التحكم. فده شرح للجدول بتاع الاختبارات. طب بالنسبه بقى للمجموعات، يعني عايز اعرف المجموعه الاولى والثانيه من سيكشن 5، المجموعه الاولى والثانيه من سيكشن 6 اعرفها منين؟ هرفرك لك جدول، هرفرك لك كشف متقسم فيه الجروبات. فمثلا سيكشن رقم 1 هتلاقيني اسمه جروبين، الجروب منهم في حدود 16 طالب، 16 او 15 طالب. فده جروب واحد من اول مثلا ابانوب لغايه احمد جمال بيومي.
جروب اتنين من اول مثلا احمد جمال مصطفى لغايه احمد عيد. سيكشن اتنين هتلاقي متقسمه جروبين، جروب واحد وجروب اتنين. سيكشن تلاته جروب واحد وجروب اتنين، وانا مميز كل جروب بلون. هتلاقي في حاجه تانيه انا حاططها لك في الكشف ده، حاجه اسمها رقم الكود الخاص بالامتحانات الاونلاين. فلو معيد عايز يعمل لك امتحان اونلاين، في احد البيانات اللي انت هتدخلها ومن اهم البيانات هو الرقم اللي انا حاطه ده. طب الرقم ده معناه ايه؟ الرقم ده انا مميزك بيه. الرقم ده هتلاقيه عباره عن 3 ارقام، الرقم اللي على الشمال خالص ده رقم السكشن، الرقمين اللي هم على اليمين دول بيمثلوا رقمك في الكشف. فمثلا ابانوب هو رقم سكشن واحد، رقم واحد في الكشف. مثلا احمد سامي هو سكشن واحد، رقم 24 في الكشف. فكل واحد يحفظ الرقم بتاعه عشان لما هتعمل امتحان اونلاين هتدخل الرقم الكودي ده، لان بالنسبه لي الرقم الكودي ده مهم جدا لان بيمثل لي ترتيبك في كشف الطلب. فمهم جدا تعرف الرقم ده، فهتلاقي كل واحد جنبه رقم. على سبيل المثال الرقم ده معناه ان ده سيكشن 3 رقم 22 في الكشف، ده سيكشن 3 رقم 26 في الكشف. كل جروب من دول مثلا، يعني مثلا لو انا خدت بقى مثال، مثلا خدت الطالب اللي هو رقم 26 مثلا في المجموعة التانية من سيكشن كام؟ 3. طب ده ترتيب معامله هياخدها ازاي؟ يبقى ده سيكشن 3 في جروب 2. فسيكشن 3 في جروب 2، ادي سيكشن 3 فين؟ اهو جروب 2 اللي هو ده. ده هيحضر يوم الخميس الفترة الستة والسبعة والثامنة، ده مبدئيا. هيحضر أول أسبوع اللي هو الأسبوع القادم إن شاء الله، هيحضر شبكات ثم معمل باور إلكترونكس، ده الأسبوع الذي يليه، والأسبوع الذي يليه تحكم، والأسبوع اللي بعده هيحضر آلات، ثم هيبدأ شبكات. كل 4 معامل بيتشرح فيهم نفس الحاجة، يعني الشبكات دي بتلف 4 مرات على ال4 مجموعات. وبعد كده من الأسبوع الخامس بيبدأ يتشرح معمل جديد خالص في كل المعامل، ويتكرر لمدة 4 أسابيع وهكذا. فالسكشن الواحد زي ما حضراتكم شايفين مثلا نص تايم، سكشن 3 هيبقى ده ترتيب المعامل بالنسبة له: شبكات، باور الكترونكس، تحكم، آلات. أتمنى يا شباب يكون الدنيا واضحة كده، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.